لمواكبه اللي بيحصل في العصر دلوقتي. من كام يوم تم الاعلان عن خطه ملامح التطوير في نظام الثانويه العامه. ملامح التطوير هيكون الهدف منها هو تعدد الفرص، يعني هيكون في مسار لدراسه البرمجه، مسار اخر لدراسه الذكاء الاصطناعي، مسار للطب والهندسه، ومسار للعلوم الانسانيه. كل مسار فيهم هيأهل الطلاب ان هم يعني يفهموا قطاع معين من الكليات او يتأهلوا لقطاع معين من الكليات عشان يقدروا يواكبوا وظائف المستقبل. وهو ده دايما اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا نخرج طلبه يكونوا مؤهلين لسوق العمل، ما يبقاش في فجوه بين الاثنين. بكل تأكيد ده مهم. وعشان نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذه بسنت وكل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. هو ما فيش شك ان التنوع مطلوب في كل حاجه ومهم لكل مجال من مجالات الحياه، لكن لما نيجي نتكلم عن الثانويه العامه وصعوبه الثانويه العامه، دايما احنا بالنسبه لنا بتبقى ايه، محطه مهمه جدا نعديها، الدنيا بتختلف بعد الثانويه العامه. فاهميه ان يكون في تنوع في دراسة الثانوية العامة، واشرح لنا الفكرة هتكون عاملة ازاي. احد اهم مصادر الضغوط اللي بنعاني منها في مع ابنائنا في الثانوية العامة هي ان الاهداف اللي بيسعى اليها الطلاب مش كتيرة. يعني احنا كان عندنا نظام الثانوي العلمي علوم، في كليات محددة الطلاب في هذه الشعبة عايزينها، علم رياضة يمكن كلية او اتنين عايزينها، ادبي برضو نفس الكلام. يعني قلة عدد الأهداف اللي الطلبة بيتنافسوا عليها بتزود حدة المنافسة، بتزود الضغوط، بتزود القلق، بتخلي مشاكل زي الدروس الخصوصية تبقى أكثر انتشارا، والغش برضو يبقى أكثر انتشارا، لأن الناس يعني المنافسة محدودة. من هنا جت بقى الفكرة بتاعت التطوير اللي وزارة التربية والتعليم عايزة تعمله. طبعا بالنسبة لموضوع المسارات ده لسه مقترح، وزارة التربية والتعليم بتقدمه، هتطرحه للحوار المجتمعي، وبعد ما يتم دراسته في الحوار المجتمعي ومناقشته هيتم إدخال تعديلات عليه بالتأكيد. وطبعا اللي طرحته وزارة التربية والتعليم الخطوط العريضة، إن يبقى عندنا أربع مسارات رئيسية، مسار للذكاء الاصطناعي. ده مقترح لسه يا جماعة، عشان الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا دلوقتي، ده مش هيتنفذ السنة الجاية، ده حتى الآن بنقول مقترح ولسه قدامه خطوات كبيرة، وهيحصل عليه تعديلات بكل تأكيد لحد ما نصل في النهاية إلى شكل يناسب بالفعل الثانوية العامة، يكون ده شكل جديد للثانوية العامة. بالظبط. هو طبعا دلوقتي زي ما قلنا هو أربع مسارات رئيسية، مسار يؤهل لقطاع كليات الذكاء الاصطناعي، ومسار للقطاع الطبي، طب وصيدلة وطب أسنان إلى آخره، وعندنا مسار للدراسات الإنسانية، ومسار للقطاع الهندسي. أربع مسارات أساسية. تفاصيل بقى المسارات دي طبعا الخطوط العريضه بس هي اللي مطروحه دلوقتي، والطالب ممكن يجمع. طب معلش نفهم موضوع القطاع الهندسي ده، اللي هو علم رياضه زي ما كان مثلا بمفهومه اللي احنا عارفينه. بالظبط. القطاع الطبي ده علم علوم. بس هنا بقى في نظام المسارات في حاجه جديده، ان الطالب ممكن يدرس مسارين، يعني ممكن ياخد مسارين من المسارات دي، مش لازم يلتزم بمسار واحد. وممكن يعدل مساره، ويبقى في امكانيه ان هو يبقى ليه اكتر من فرصه في اعاده الاختبار. فطبعا ده كله لسه بقى هيتناقش في الحوار المجتمعي، هنحط التفاصيل اثناء المناقشه. هيتم برضو ادخال تعديلات بعد كده، تصاغ هذه المقترحات كلها في شكل قانون ويرسل لمجلس الوزراء، وبعد ما يتوافق عليه يدخل مجلس النواب، وبعد ما يتوافق عليه في مجلس النواب يرسل لوزارة التربية والتعليم عشان تحط القرار الوزاري الخاص بتنفيذ مثل هذه الأمور، ويبدأ بعد كده ننفذه. يعني لسه مش السنة الجاية والله أعلم إمتى، لحد ما الإجراءات دي كلها تخلص. فما فيش موعد معلن لتطبيق النظام الجديد حتى الآن. ميزة النظام الجديد ده بقى أو نظام المسارات، إنه طبعا بيدي للطالب حرية أكبر، حرية أكاديمية، يختار أي مسار، وإن هو يختار مسارين. يعني قبل بس ما نتكلم على الحرية دي، هو اللي أنا فهمته مش هيبقى فيه فكرة علمي وأدبي، التشعيب ده مش هيبقى موجود. لا، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، إن هو الطالب يقدر يعني يدرس أكتر من مسار. بالظبط. إن أنا أدرس العلمي والأدبي مع بعض. ممكن أدرس أو لا. حاجة؟ ممكن ادرس حاجه تخص المسار، مسار القطاع الطبي ومسار القطاع الهندسي. لانه خلينا نشرح للناس ليه، انه النهارده كتير من العمليات الجراحيه بيتم اجراءها عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق الاله. النهارده ده بيحصل، فبقى طالب العلمي علوم او طالب الطب محتاج انه يفهم شويه في الاله، او يفهم شويه في الذكاء الاصطناعي. لو انا فاهمه صح. لا، كلام جميل جدا، صح جدا، صح جدا.
فطبعا هي ايه برضو المبررات بتاعه ان احنا نعمل نظام المسارات، فضلا عن موضوع الضغوط النفسيه اللي بيعاني منها طلاب الثانويه العامه اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الفقره. فده يتيح للطالب ان هو يدخل هندسه وطب مثلا. بالظبط يا فندم. لكن احنا عندنا تخصصات بينيه استحدثت في الجامعات المصرية، والطالب علم علوم أو علم رياضة بيواجه مشكلة لما بيدخل التخصصات البينية دي، لأنه يعني درس نص الحاجة ونصها لا، أو معد بنصف المعلومات أو نصف المهارات. لكن التخصصات البينية أحيانا بتبقى محتاجة أنه يكون عارف في الرياضيات زي ما حضرتك تفضلت وأشرتي، لو حاجة في الطب والذكاء الاصطناعي بتربط ما بين الاثنين هيبقى محتاج حاجة يبقى عنده خلفية رياضية بالإضافة إلى الخلفية العلمية. ونفس الوقت المهندس اللي بيصنع الآلة محتاج يبقى فاهم في العملية اللي هو هيصنع لها الآلة، فمحتاج يبقى دارس كمان الموضوع ده. والأجهزة الطبية إلى آخره، يعني تخصصات كتيرة جدا هتبقى محتاجة معارف في العلوم ومعارف في الرياضيات مثلا على سبيل المثال يعني. وبالتالي ده برضو من أهم المبررات اللي خلت وزارة التربية والتعليم تتجه لنظام المسارات، يبقى تخفيف الضغوط، مواكبة التخصصات اللي تم استحداثها، التخصصات اللي احنا بنقول عليها تخصصات بينية. النظام المسارات ده بقى بيراعي يعني حاجة اسمها الفروق الفردية بين الطلاب. ففي طالب ما يقدرش يلتزم غير بمسار واحد طبعا، فده قدرته كده فخلاص. في طالب يقدر يجمع بين مسارين، فبرضه هنا دي جزئية يعني تتعلق برعاية الموهوبين والمتفوقين. يبقى احنا بندعم الموهوبين والمتفوقين دعم حقيقي، بديله فرصة حقيقية ان هو ممكن ياخد اكتر من مسار ويقدر يدخل اكتر من مجال بعد كده على حسب المجال اللي هو حبه، ويبقى قدامه خيارين يعني. طبعا برضو نظام المسارات بيخلي أهداف الطالب أكثر تحديدا، يعني أنا داخل علمي قدامي بحر، داخل علم رياضة قدامي بحر، لا احنا هنخلي الموضوع محدد بشكل أكثر. أهمية التحديد ده وإن أنا داخل قطاع معين عارف أنا بنافس على كليات إيه، هيخفف شوية من حدة المنافسة، وكمان هيخلي الحاجة اللي أنا بدرسها لها معنى. أنا اللي اخترتها واخترتها علشان أهداف مرتبطة بقدراتي، فبيبقى اللي أنا بتعلمه معنى، ومعنى كده إن برضو الدوافع عندي هتبقى أعلى، أنا اخترت حاجة بإرادتي. وكمان نسينا نقول إن موضوع المسارات ده المسار فيه أربع مواد، مادتين أساسيتين ومادتين مرتبطتين بالتخصص الجامعي اللي الطالب هيدرسه، فكمان كمية المواد ده هتبقى أقل. تمام. ومرتبطة خالص يعني مرتبطة جدا بأهداف الطالب، فالطالب يبقى بيدرس وهو مستمتع بعمليه التعلم. انت ما بتحددش مستقبلك بعد كده من اول الكليه، بتحدده من قبل الثانويه خلاص. مهمه. انا حطيت رجلي على اول الطريق. بالظبط. طيب الادبي هيروح فين؟ ما هو في مسار الدراسات الانسانيه، العلوم الانسانيه. اللي هي عباره عن ايه بقى العلوم الانسانيه؟ كل بقى الدراسات الادبيه يعني. علم النفس والاجتماع مثلا. علم النفس والاجتماع والادب واللغات والحاجات دي كلها يعني. في الدراسه والاجتماع الحاجات دي كلها تبقى في مسار الدراسات الانسانيه. لكن خليني اقول ان الذكاء الاصطناعي داخل في كل حاجه، حتى في الدراسات الادبيه النهارده بنشوف حاجه زي تشات جي بي تي مثلا بيكتب كتب يعني. فاحنا النهارده بعض الناس بتقدر ان هي تدخل على مثل هذه الابلكيشنز او يعني التطبيقات وتكتب اسئله معينه بيطلع لها بحلول. فالذكاء الاصطناعي النهارده داخل في كل حاجه. هل هيتم فتح مسار الذكاء الاصطناعي او دراسه بعض مواد الذكاء الاصطناعي لطلبه ادبي؟ لا، هي اللي حضرتك بتتكلمي فيه نقطه مهمه جدا، واتمنى ان هي تناقش بشكل جيد يعني في الحوار المجتمعي. طبعا مسار الذكاء الاصطناعي ده بيدرس الذكاء الاصطناعي، ازاي اعمل عملية برمجة للتطبيقات الى اخره، يعني بيدرس لي ازاي ابقى شخص متخصص في الذكاء الاصطناعي في مجال من المجالات بتاعته يعني. لكن بلا شك الالمام بالذكاء الاصطناعي والالمام بالتكنولوجيا عموما متطلب أساسي لكل التخصصات في كل المسارات. وده اللي أنا بقول عليه، اللي أنا بسميه بقى هناك فرق بين تدريس الذكاء الاصطناعي والتدريس بالذكاء الاصطناعي أو استخدام على استخدام أو استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس وفي التعليم.
ودي نقطة مهمة يجب أن هي تناقش في الحوار المجتمعي. لكن لحد الآن مسار الذكاء الاصطناعي ده متخصص في دراسة الذكاء الاصطناعي ذاته، وإزاي أن أنا أنتج تطبيقات، أطور مواقع ويب إلى آخره يعني. لكن مش أن أنا أدخل الذكاء الاصطناعي في عملية تعليم الأدب واللغة إلى آخره. طيب احنا عشان نوصل لصيغة مناسبة في النظام الجديد للثانوية العامة محتاجين زي ما حضرتك قلت كده ان يكون في حوار مجتمعي. مين اللي هيشارك في هذا الحوار المجتمعي؟ الحوار المجتمعي وزارة التربية والتعليم اعلنت ان طبعا اولياء الامور هيبقوا عنصر اساسي من المشاركين في الحوار المجتمعي، والطلاب والخبراء، وهيبقى في خبراء دوليين. وكمان وزارة التربية والتعليم اعلنت انه هيبقى في استلهام للنماذج الدولية زي مدارس النيل. يعني هنشوف دي حاجة مهمة جدا. يعني لان هي الفكرة برضو او هدف وزارة التربية والتعليم او من ضمن اهدافها ان هي تخرج بالثانوية العامة من نطاق المحلية، وان هي ثانوية عامة مصرية للمنافسة الدولية، ويبقى عندنا ثانوية عامة بمواصفات دولية نقدر بعد كده، انا اتمنى ان بعد كده يبقى لنا فروع للثانوية العامة المصرية ده، او مدارس للثانوية العامة في الدول المختلفة زي ما الدول التانية لها مدارس عندنا. يعني نتمنى ذلك. هي خطوة على طريق التطوير والاستلهام، فكرة استلهام النماذج الدولية في الثانوية العامة المصرية فكرة جيدة جدا، وهتؤدي لتطوير حقيقي في الثانوية العامة، وهينعكس أثره على الطالب وعلى الطلب العالمي على الطالب المصري وعلى التصنيف التعليم المصري في التصنيفات العالمية. لكن أنا كولي أمر النهاردة هيبقى هدفي درجات ابني، هتبقى عاملة ازاي؟ فهل هيتم النهاردة مراعاة، يعني أنا عارف أنه لسه قيد المناقشة، لكن هل هيتم مراعاة أن ده نظام جديد على الطالب، فبالتالي الدرجات هتبقى فيها نوع من أنواع الرأفة شوية؟ لا، هو مش هيبقى نظام جديد في يعني بشكل كامل. هو بس يعني إعادة تقسيم للموجود أو إعادة تنظيم للموجود. وبالتالي زي ما قلت كده في البداية، الأهداف الأساسية اللي كان الطالب بيسعى إليها موجودة، لكن تم تفتيتها، ما بقتش مركزة في هدفين ثلاثة، لا بقت موزعة على أكتر من هدف. فده بيقلل حدة المنافسة شوية، وبيكتر الأهداف بتاعة الطالب، وبالتالي ممكن أصلا نلاقي انخفاض في الدرجات، مش زي زمان مثلا 100%، هنلاقي انخفاض في الدرجات، لأن خلاص ما بقاش الطالب همه أنه هو يقفل المادة، لأنه هو دلوقتي بينافس فئة محدودة وفي مجال محدود، مش بينافس كل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية عشان كلهم عايزين يدخلوا كلية الطب مثلا. لا، دلوقتي هيبقى فيه مسار القطاع الطبي ده فيه عدد محدود من الطلاب، هم دول اللي أنا بنافسهم، مش بنافس كل الطلاب، وبالتالي الأمر بيكون أهدى شوية. طيب هو من المعروف أن الإنسان عدو ما يجهل، يعني الحاجة اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة بناخد منها موقف. فنصيحتنا ونصيحة الدكتور لأولياء الأمور، بلاش ناخد موقف من حاجة هتبقى مهمة لأولادنا بعد كده. يعني بلاش من البداية كده نقول لا تغيير في الثانوية العامة، لا احنا عايزين نفس النظام اللي احنا متعودين عليه، نفس النظام اللي كان بتاع السنة اللي فاتت بتاع اخوه، نفس النظام اللي احنا نشأنا عليه. لا، الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور، فواجب كمان على كل حاجة ان هي تتغير، وده اللي هنشوفه دلوقتي في نظام الثانوية العامة. وده مش قرار يا جماعة، يعني ده مش مثلا مش فرض من وزارة التربية والتعليم ده قرار جديد، لا ده في حوار مجتمعي زي ما الدكتور قال، هيشارك فيه الطلاب، وهيشارك فيه أولياء الأمور، وهيشارك فيه خبراء ومختصين في مجال التعليم في مصر وبره مصر. بالظبط يا فندم، دي حاجه تطمن طبعا. فأولياء الأمور والطلاب هيبقوا شركاء في صنع الثانوية العامة طبعا الجديدة. مش كلهم أكيد يعني، طبعا مش كلهم بالتأكيد، بس ممثلين عنهم ومتواصلين معاهم. تمام. وبالتالي آراء أولياء الأمور هتؤخذ في الاعتبار، وآراء الخبراء المحليين هتؤخذ في الاعتبار، وآراء الخبراء الدوليين هتؤخذ في الاعتبار، ونطلع في النهاية بمقترحات كويسة تقدر تخلي الثانوية العامة دي. وطبعا برضو زي ما حضرتك أشرت، هو التطوير ده هدفه إيه؟ هدفه التخفيف عن الطالب وعن ولي الأمر. صحيح. واي اجراء بيتم اتخاذه، اي قرار بيتم اتخاذه بخصوص الثانويه العامه لازم يراعى فيه النقطه دي، انه بيخفف عن كاهل الاسره المصريه، وبيخفف الضغوط على الطالب. ويمكن اول كلمه قالها وزير التربيه والتعليم انه احنا عايزين نقضي على بعبع الثانويه العامه. الحقيقه لان الناس متخوفه جدا كل عام بحالات قلق وحالات توتر شديده عند الطلاب بسبب الثانويه العامه،
ويعني هنا كده احنا بنقول ان القلق والتوتر والضغوط دي لها مصدرين. وزاره التربيه والتعليم وهي كده بتعمل اللي عليها في الجانب اللي يخصها ان هي بتسهل الامور وتخلي الاجراءات اكثر بساطه واكثر وضوحا واكثر مراعاه للطالب وولي الامر. يتبقى جانب الاسره مسؤوله عنه ان هي تخفف شويه من حده المقارنات وحده دفع ابنها للمنافسه مع أقرانه، وإن هي طبعا تتوقع منه حاجات أكبر من قدراته، يعني بقى دور الأسرة وإن هي تدعم ابنها بس. وكمان ده بيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي. بالظبط، ودي نقطة مهمة طبعا، لأن لازم التنسيق ده يكون موجود، لأن الثانوية العامة هتودي الجامعة، فلازم الجامعة تكون في توافق واتساق بين اللي بيتم في الثانوية العامة وبين ما هو موجود بالفعل من برامج متخصصة وبرامج تم استحداثها، برامج بينية في الجامعات المصرية. طب هل المناهج هتتغير؟ بالتأكيد. خطة تطوير المناهج دي يعني بدأ من المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال كمان، وخلاص وصل القطار للتطوير للمرحلة الإعدادية وهيتوجه للمرحلة الثانوية، ده أمر مفروغ منه. يعني أنا بتمنى أشوف كمان الذكاء الاصطناعي بيتم التدريب عليه من مكامن المدارس الفنية، يعني فعلا انه مهم جدا هذا المجال النهارده داخل في كل حاجه، يعني كل حاجه داخل فيها الذكاء الاصطناعي زي ما اتكلمنا كمان يمكن ادبي، فبنتمنى انه يتم مناقشه هذا الامر. طبعا كمان. طبعا، وطبعا احنا عندنا مدارس التكنولوجيا التطبيقيه بتدرس الشق التكنولوجي بس الخاص بالصناعه اللي هي مهتمه بيها، لكن احنا طبعا عارفين ان الذكاء الاصطناعي حاجه اعلى شويه من التكنولوجيا المعتاده اللي احنا متعودين عليها، فنتمنى فعلا، لان الذكاء الاصطناعي يعتبر ثوره دلوقتي بيسهل امور طبعاً. كتير جدا جدا، فنتمنى كمان ان الطلاب حتى في المدارس في المراحل قبل الثانويه ياخدوا فكره ولو بسيطه عن البرمجه وعن الذكاء الاصطناعي، يعني يدرسوا الحاجات دي في المراحل قبل المرحله الثانويه، بحيث ان هو حتى لما يدخل المرحله الثانويه ويجي يختار مسار الذكاء الاصطناعي يبقى عارف هو بيختار ايه، ما يبقاش اول مره بيعرف حاجه زي كده يعني. طب هل ممكن نشوفه مثلا في المدارس، يعني ما يبقاش مثلا حالات فرديه او تطوع من الطالب ان هو يدرس حاجه زي دي؟ ما هو ده اللي احنا بنتمناه. انا اتمنى انه يتم ادخال البرمجه والذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم المصري بدءا من الصف الرابع الابتدائي. طبعا الناس هتزعل بقى من حكايه الصف الرابع الابتدائي، لانه ده صف يعني بدايه بقى الدراسه الصعبه والناس كلها بتشتكي منه، بس يعني مفاهيم مبسطه وحاجات صحيح. بسيطه كده، وفي مبادرات حتى الدوله مش لازم تبقى الدرجات يعني، والبراعم بيشتركوا فيها يعني، وشايفين يعني اطفال في سن صغير جدا قادرين ان هم يتفوقوا في هذا المجال. بس خلينا نقول يا استاذه بسنت انه المبادرات مش الكل بيقبل عليها، صح لكن لما تبقى ماده وبيدرسها في المدرسه ولها حتى بتبقى في اشراف تربوي بقى وبيبقى محطوط لها اهداف وخطط ازاي تتطبق بالظبط يا فندم بالظبط. فنتمنى انه يتم ادخال الذكاء الاصطناعي والبرمجه في بمفاهيم مبسطه، صحيح، ناخد الاساسيات عشان نستعد للمرحله الثانويه العامه، فلما يجي في المرحله الثانويه وعايز يختار مسار الذكاء الاصطناعي يبقى بيختاره عن وعي وعن بصيره. طبعا كل الشكر لحضرتك، شرفتنا ونورتنا الدكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك.